هاد الشلاضه هادي ديروها وانتم غتفكروني. اوبس ولا ولا عرفتي المذاق الكاوكاو مع القرعه شنو دار؟ فيقها. دابا غندوزو نشوفو المقادير اللي غنحتاجو لهاد الشهيوات. انا غنوريكم دابا المقادير اللي غنحتاج فيها بعدا. عندنا القرعه خضراء وعندي هنايا لو بوغ دو كاكاويت. لو بوغ دو كاكاويت هو زبده الكاكاو. اللي ما عندوش الوصفه ديالها في العام اللي فات في رمضان كنت درت لكم من ضمن الحلقات غندخل لكم لو ليان في هذه الحلقه هذه ديال كيفاش صوبت لو بوغ دو كاكاويت بدون مواد حافظه ورخيص في الثمن ياك. الا بغيتو نقدر نعاودها نقولها لكم. انا جبت غير 7 ديال الدراهم ولا وقل 10 دراهم ديال الكاوكاو من عند المزرعه مقلي بالملحه نقيتو ودوزتو في ان ميكسور يكون حتى كيعطينا هاد القوام هذا. الا ما تطحنش لكم مزيان زيدوا معاه شويه ديال الزيت النباتيه كيعطيكم هاد القوام وكيتقام رخيص وفي المتناول ديال الجميع. هنا عندي معلقه كبيره ديال لاصوص دويتر وهنا عندي اللي موجود. انا عندي موجود عندي جنجلان كحل وجنجلان بيض هو باش غنزوقها من الفوق. دابا غندوزو نشوفو طريقه التحضير. غادي ناخذ القرعه غادي ننقيها غنحيد لها غير هاد الشابو الفوقاني. واللي ما عندوش هاد لا موندولين بروفيسيونيل يمكن له يدير غير الحكاكه العاديه اللي كتحكوا فيها مطيشه ماشي بالضروري تكون عندكم هادي. كتقديو باللي موجود. انا كتعجبني حيت كتعطينا واحد المنظر زوين. الوغ بعد ما كملت الحكان ديال القرعه كيجي على هاد الشكل هذا وغنتبلو زبده الكاوكاو. هي عرفتي شنو باش تجيني باش ترخى مزيان غنزيد هذا هنا ولا هذا هنا المهم باش نحلو شي شويه ما يعذبنيش معاها. غنخلطهم هكا مزيان. ثقوا بيا جربوها وغتحكموا بعينيكم. غنخلط هادشي مزيان ونعاودو نتلاقاو. غنزيد غندير ليها الاقامه ديالها. ما غنديرش الملحه على ود لاصوص اللي درت لاصوص دويتر مالحه تندوق ونقول لكم واش درتها ولا ما درتهاش. صافي الشلاضه ديالنا وجدات دغيا كتوجد. وفي هذا الاثناء غادي ندوز نوريكم الشلاضه الثانيه اللي غنرافق لكم هاد الشلاضه اللي درنا دابا. باش كتعجبني هاد الشلاضه فيها بزاف ديال المنسمات. فيها مطيشه ومطيشه كيف كتعرفوا المذاق ديالها الي نوتخ يعني مذاق تقدر تمريه مع اي حاجه كتماشى معاه. انا غنقترح عليكم الاعشاب المنسمه اللي متوفره عندي. عندي القزبر ومعدنوس عندي الحبق عندي النعناع والطرخون عندي غير مجفف حتى هو غادي نزيدو. هاد الشلاضه هادي كتجي شي حاجه يا سلام كتجي زوينه بزاف الا سورتو تبلتوها بهذه الطريقه اللي غنعطيكم. انا غادي نقطع مطيشه بالزريعه ديالها بكلشي لها كنخليها كلها بكلشي لها. بعد ما كملت التقطاع ديال المطيشه غادي نزيد اللي قلت لكم الخل وغنزيد هاد الطرخون المجفف. الا ما كاينش ماشي مشكل قلت لكم غتنسمو باللي عندكم موجود. غناخد الوريقه ديال النعناع حتى هما غنقطعهم شويه ديال القزبر ومعدنوس شي بزاف والحبق اللي بقى. مسحوا اليديدات بحال دائما. صافي دابا سالينا ما بقاليش لينا بزاف. غادي نزيد فيها شويه ديال الزيت البلديه. لا هذا اللي غيخرج هو الفينيغ هو الاول معليش مش حتى هو غنزيدو الفينيغ بلزاميك. اللي ما عندوش يدير الخل عادي الزيت البلديه. غادي نجيب الملحه والابزار تبلوها مزيان مليحه وما ننساش البصله. البصله هي ما ناخذهاش كامله ولكن غادي نديرها في لاغوسيت كتعطيها واحد القرمشه. وجدات
نخلطوا هاد الخيورات مزيان، غنعاودوا نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الشليضات ديال اليوم. الوغ انا قلت لكم متوفر عندي جنجلان البيض، الا ما كاين لا هذا لا الاخر ديروا الصفر، الا ما كاينش الجنجلان ديروا كاوكاو مهرمش، كل واحد والخيال ديالو. كيف كنقول لكم دائما انا غير حيت كيعجبوني بجوج كيجيو فوق منها زوينين ياك. دابا غادي ندوزو ندوقوا هذا الخير، نبدا بهادي. كنموت على هاد الشلاضه، هاد الشلاضه هادي ديروها وانتم غتفكروني. خل التفاح مع البصله مع هذوك الاعشاب منسمه، اش غنقول لكم؟ ما غنبقاوش حنا غير في الدوقان، غنشبعوا واقيلا. منعشه. ايوا وهادي خصني ناخذ فيها كلشي. اوبس ولا عرفتي المذاق الكاوكاو مع القرعه شنو دار؟ فيقها. كنعطيكم موعد ان شاء الله في الحلقه المقبله في عالم هند مع وصفات جديده. رمضان مبارك سعيد، باي باي.